ينضم إلينا من برشلونة مفدنا محمد الحاجي للمزيد من التفاصيل عما يجري هناك. محمد، بداية، كيف سرت مظاهرات اليوم، وأيضا ما هي ردود الفعل عليها سواء من الأحزاب وقادة الإقليم الداعون للانفصال؟ نعم رولا، هم 650 مليون 950 مليون بحسب المنظمين، و350 مليون بحسب الشرطة جابوا شوارع برشلونة والساحات الكبرى فيها تلبية لدعوة حزب المحافظين. عفوا، أنا آسف، 950 ألف، نعم تماما، ما يقارب المليون. نعم، لبوا دعوة الحزب المحافظين، حزب ماريانو راخوي، إضافة إلى الأحزاب الكتالونية القريبة من مدريد وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الكتالوني وحزب مواطنون. هذه الأحزاب حشدت هذه المليونية للرد على الانفصاليين بعد أسبوع من تاريخ الاستفتاء. قالوا تحشدون مليون، نحشد أيضا مليون، لطالما كنا أغلبية صامتة الآن سنعبر عن غضبنا تجاه الانفصال عن مدريد. رئيس حكومة كاتالونيا رولا قال أيضا اليوم بأنه من جديد يناشد العالم بالتدخل في قضية كاتالونيا، بينما قال ماريان راخوي أنه يجب عدم التساهل والتسامح أو حتى التفاوض مع دعاة الانفصال، ودعا المواطنين في كاتالونيا للحديث وللحوار المباشر مع الأحزاب القريبة من مدريد، وسماها الأحزاب المعتدلة، ويقصد الأحزاب التي دعت إلى عدم الانفصال. نعم. ايضا ولكنه هدد ايضا هناك، يعني على المقلب الاخر، رئيس الوزراء ايضا هدد باستخدام صلاحياته في الدستور واستخدام تحديدا الماده 155. تماما، بالفعل ماريانو راخوي قال بأنه لا يستبعد أن يستخدم المادة 155 من الدستور والتي تقضي بمنع إجراء الانفصال أو أي ما يعني شيء يتعلق به بالقوة وبكل الوسائل. طبعا أريد فقط أن أوضح هنا، اقتصاديا هناك حوالي 15 مصرفا ومؤسسة كبرى تفكر بالانتقال من كاتالونيا إلى خارج الحدود نحو مدريد والمدن الكبرى الإسبانية، خوفا مما قد تؤول إليه الأمور في حال أعلن الانفصال الذي من المقرر أن يعلن يوم الثلاثاء القادم بالتحديد على الساعة 6 مساء بتوقيت مدريد. قد يعلن رئيس إقليم كاتالونيا عبر البرلمان، عن طريق البرلمان، الانفصال عن إسبانيا، وبالتالي البدء بإجراءات الانفصال، وأهمها فصل الشرطة الإقليم عن الشرطة الجواردي سيفيل أو الشرطة المدنية الإسبانية، لتبدأ معها يبدأ معها فصل جديد ومخيف من تاريخ إسبانيا لم تشهده البلاد منذ حوالي 40 عام. لم تشهد إسبانيا أي أزمة سياسية كما يعيش اليوم الناس هنا في حالة قلق شديد لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور. هل هناك أي يعني تماس ربما بين يعني من خرجوا في المظاهرات اليوم المطالبين بعدم الانفصال ومن المشجعين لعملية الانفصال؟ هل هناك أي أعمال شغب حدثت؟ هل هناك أي تماس يحدث بين الطرفين؟ كيف تتعامل أيضا وسائل الإعلام؟ كيف تعاملت وسائل الإعلام مع المظاهرة اليوم؟ وسائل الإعلام يعني أولا بداية لم يحدث أي تماس، وإنما كانت المظاهرات بشكل سلمي، عبرت عن رأيها بشكل حضاري جدا. ومن ناحية يعني وسائل الإعلام، هناك سخط شديد من قبل الكتالونيين هنا الانفصاليين ضد الإعلام الرسمي المدريدي، ودائما ما وصف هنا يوصف تحت شعارات خونة وعملاء ولن نعود إلى إعلام فرانكو، بينما وسائل الإعلام المؤيدة لمدريد هي بدورها أيضا تساعد على بث روح الوطنية فيهم بالقول بأن إسبانيا هي البعد التاريخي والبعد الحضاري والبعد المستقبلي لكافة أقاليم البلاد، إضافة إلى أن أوروبا أيضا هي بعد عميق لإسبانيا ولكل الإسبانيين دون تحديد إن كانوا كاتالونيين أو غير كاتالونيين. لكن الإعلام يلعب دور مهم، الإعلام الرسمي يتعرض هنا فعلا لحملة شديدة من قبل الانفصاليين، تتهمه بالعمالة وتتهمه بالتواطؤ في مع الشرطة، خاصة يوم الأحد الفائت عندما جرح حوالي 900 شخص جراء ضرب الشرطة الإسبانية لهم يوم التصويت على الاستفتاء. إذن الإعلام هو أيضا يخوض تجارب مهمة في هذه المرحلة، ويعتقد أيضا بأنه سيلعب دور أهم اعتبارا من يوم الثلاثاء مساء بعد تحديد الانفصال. سنبقى على تواصل معك في نشراتنا القادمة في حال جد أي جديد. من برشلونة مفدنا محمد الحاجي، شكرا لك.